وبالك مكذا ووصيه دروك راني رجعت لكم هذا وراه سميحه راني رجعت لكم ليكم بالكم تخلوا واش خصك قلنا لما خليني انا نزوجوها بابا باش ما يديوش شكرا بارك الله فيك. إذن أرواح جيب لي باباك أمك على بالي من الوالد جيب لي والدنا أنت لبس لك برنوس ما نجمش على بالي الإماراتيين يكونوا عطاو كاش شكرا شكرا صحيح. هل أحسنتوا الاختيار؟ هل أحسنتوا الاختيار؟ خاطر لو كان نجبد إمام من الأئمة تاعكم بعد يدوروها لي على الملح ومقرا ولكن هذه هي روح يلبسوا لك البرنوس أصحاب الدين يدعوا له وبالروح هذا هو وبحضور في سورة أعضاء اللجنة الأمنية ولا أعضاء البرلمان البرلمان السيد والدي السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا أعضاء البرلمان الدولي وأعضاء اللجنة الأمنية خلونا خليني يا حمزه خليني راني شايف واش راه يخدم الصباح والعشيه ليلا ونهارا ولكن اليوم يا والله المسجد تاعكم هذاك تاع الدشره تاعك واسمه دار بالميهوب دار بالميهوب افضل من كل المساجد صح والله كاع مساجد ربي فهمتني اذا ثم البركه ثم البركه والو ربي ان شاء الله تكثر في الولايه كامله صحيح صحيح قلنا كلمه اخويا ربي يبارك فيكم الميكروفون نشكروا يعني السيد الوالد على هذا التكريم نقول لجميع الامه الاسلاميه تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يعني اطمئنكم اني سابقى في الجزائر لاني هي الجزائر هذه اللي تربيت فيها وبيت من خيرها راح نبقى فيها ان شاء الله ان شاء الله ربي يجزيكم خير ربي يحفظكم ان شاء الله الصحة بارك الله فيك. اعطيوا لي ماذا اقدم لي انت كرمتك برنوس برنوس ماذا اقدم لي السيد المقدم ماذا اقدم لي ابوي اذا سيد والي الولايه يتفضل بتقديم عمرتين لوالدي القارئ عبد العزيز سحيه عمره لوالده وعمره لوالدته نسال الله القبول وانت جميعي انت جميعي والدين والشباب والجمعيه وغيره اسيدي انت ما جيتش قبضوا انت هذا سبونسوريزيه انت خلاص راني نمدهولك امانه في كل شهر خلو ها هو